منروح على البحر شوي؟ حابة شم هوا؟ اي منروح. أموت بترجعك احكي اللي ببالك وما تحصر بقلبك. زينب انت اللي حكيتي لأمك وأخوك. هنن ما في غير عم يسألوني شو صار وأنا حكيت لهم. بعتذر منك. ولمين حكيتي كمان؟ بس حكيت لملك كمان. عصبت؟ لا هدول أصحابنا وقرايبيننا ما بيسببوا لنا الأذى، بس لبقى تحكي لحدا تاني. ها؟ شو وين رايحين؟ رايحين على البحر نشم شوية هوا، شو رأيك تجي معنا؟ لا انتوا روحوا لأنه بالأوتيل ما في حدا. شو فوسون ما رجعت من حفلة الميلاد؟ اختي فوسون راحت يا زينب. لوين راحت؟ في حدا إجا وجاب قرار الإخلاء من المحكمة، وبوجوده اختي فوسون كانت راجعة من عيد الميلاد وبعدين ضبت شنطايتها وراحت. مراد يلي طلع هالأمر. ببساطة ضبت أغراضها وراحت. إيه خلينا ندق لها لنعرف وينها. لا هي تاركة موبايلها هون بالغرفة، قالت إنها رايحة لبيت قرايبينا يمكن. أخ يا ربي هلأ شو بيكون وضعها؟ ما تشغلي بالك أكيد بتكون منيحة، وبعدين هي قالت إنه بدها تريح راسها شوي. هلأ بيكون مراد بده يطلعكم كمان، فيكن تجوا لعنا. أهلا وسهلا بأي وقت. لا ما قربنا إحنا، يعني قال إنه فينا نضل قد ما بدنا بالأوتيل وكلفني فيه لبين ما هو يدور ولاقي حدا يستلمه. وانتي شو قلتي؟ أنا أخرتكن عن مشواركن وحسن لحاله. تعازية لإلك مرة تانية يا أخي. حتى ونحن بأصعب أيامنا مراد ما بيتركنا بحالنا. طبعا ما رح يتركنا بحالنا هذا الوطن. تفضلوا. صحة وهنا. صحة وهنا. صحة وهنا معلم. صحة وهنا يا جماعة، يعطيكم العافية. يعطيك العافية بقلولو. شو عم تساوي؟ ما قدرت أمن لك مصاريك. حلال عليك بقلولو، أنت هيك بتستقبل صاحب المحل؟ اللي بيسمعك بيفكر بحب المصاري كتير. شو بتريد؟ أجيت يا سبعي لكون مرهم لجرحك. سمعت أنك متضايق على مصاري. متضايقت شوي بس لا تشغل بالك، اليوم رح أمنهم وجيب لك ياهن. لا تستعجل، قصة هذا الشهر رح خلي لك ياه لنهاية الشهر الجاي. ماشي. انت لأبوك ما بتعمل هالمنيحة، هاي خير. والله الأمر إجاني من مكان عالي، خانهم حلوة كتير وبحبها، مستحيل أكسر كلمتها لأنه أنا ما بيهون علي أكسر بخاطر الحلوين. فهمت؟ يلا يا سبعي منلتقي. ها شو بدي قلك، شي يوم رح أجي لأكل لحمة بعجين. ماشي يلا يا سبعي. لك آخ يا ملك، آخ يا ملك، لك أنت شو عملتي؟ حسان شو عملت؟ أنت لقيت شي حل؟ شو رح يصير بوضع للبنت؟ رح جن من كتر ما عم فكر. وين أصلي؟ جوا بغرفتها. منيح، جاهزين عشا مرتب، جاي لعنا ضيف. حسان شبك؟ ليش عم تعزمنا الناس على العشاء ونحن بهالحالة هاي؟ اعملي اللي بقلك عليه، اعملي وبس. بنوتي بنوتي الحلوة، هلأ انتي كتير رغباني تولدي هالولد مو هيك؟ عندي شرط واحد لحتى تولدي هالولد.
شرط واحد بتنفذيه مشان نرفع راسنا لفوق. أنا عندي صديق اسمه محمد، إلا ما تكوني شفتيه. إيه؟ محمد البقال؟ بدك تتجوزي. شو؟ بابا أنت شو عم تقول؟ أنا بعرفه هو صغير، راح تحبيه، أخلاقه عالية وشهم ومربى. أنت كيف بتحكي معي هيك؟ كيف بتطلب مني هالشي هذا؟ آه؟ أصلي ما عنا حل تاني. مستحيل أتجوزه بابا. إليك القرار، يا بتتجوزي يا أما هالولد ما رح يولد. هذا آخر كلام عندي. وينك هلا يا ابني؟ وزعت الخبر على الحارة؟ العملية نجحت معلم، وخبرت الكل باللي عمله أموت. شو هاي العملية ناجحة؟ شو هاد يا ابني؟ شو هاي خبرت وعملت؟ عم توزع برنامج سياحي انت؟ حكيت لتشيناي؟ طبعا حكيت، وهو رح بيخبر أهل الحارة كلهم. ها هذا هو الموضوع، بكرة الكل بده يحكي. وهلأ خليهم يشوفوا شو مخبص أموت باشا اللي بيحلفوا براسه لهالكلب. يلا يا سبعي، أنا فاركها على البيت يا معلم؟ مو على البيت يا سبع، بدي حط الجزء الثاني من الخطة موضع التنفيذ، فهمت؟ شغل مخك. ها؟ يا حبيبي أنت، يا عاشق أنت، أنت الحب الحب الحب. يلا خاطرك. يا ربي دخيلك تحميني من شره، وما كنت أخلص منه. ها عن جد أصنص الشر. هذا يا سماك. نحن أخذنا لبان؟ إيه أمي أخذنا، وبس ناخد خبز منكون خالصين. ليك والله ليك، عم تتفتل بالشوارع بدون أي خجل. إيه بتتفتل ليش لحتى ما تتفتل؟ شو على بالها؟ بهالحارة ما لازم تعطي وجلة مثل هدول. أنت عم تحكي معي؟ إيه عم نحكي معك. شو غلط؟ الكل بيعرف عمايل أموت لأصلي، وبعدين رحتي بدون أي خجل تجوزتيه. أبوها مو حرام؟ أما مو حرام؟ هاي البنت مو حرام؟ بنتي ما تردي عليه أبداً. شو أمي ما عم تسمعي شو عم يحكي؟ يلا بنتي بوس إيدك خلينا نمشي. لك هدول من وين عرفوا؟ شو أواه منتشر الخبر؟ يلا امشي بنتي، ما تنزلي لمستواهن أبداً. من تحت راسك شرف الحارة صار بيسوى قرشين. هدول بدك تضل كابسهم لأنهم ما بينعطوا وش. ايه اورهان شو الاخبار؟ منيحة. شو زينب وينها؟ في شغلات راح يجيبوها من شان العشاء، راحت هي وامي لحتى يجيبوهن، هلا بيرجعوا. وانت كمان عم تحط الحق علي؟ أنا تعلمت منك إني ما أتهم قبل ما أسأل وأعرف. عم حاول أتفهم حساسية الموضوع اللي أنت فيه، بس أنا ما بيطلع بإيدي شيء أبداً. الله يكون معك. أموت ضاربين حسين وليكو تحت. شو عم تقول؟ حسين شو بصير لك؟ هدي أعصابك ما في شيء، أنا منيح. أموت ارفعوني. حسين حسين اللي مين اللي عمل فيك هيك؟ خلص بعدين بحكي لك. أنت فيك شيء؟ لا أنا هلأ شفته. عود هون. أمالك ذكروا منيح، حكي لي شو صار.
أمي تعالي. شو؟ علقت مع كم واحد كانوا عم يحكوا عنك حكي طالع نازل. وشو اللي حكوه هالكلاب؟ عم بيقولوا انك انت خليت اصلي تحبل والبنت بهي الحالة تمرمطت، وقال انك انت كمان عم تنكر هي الحقيقة وموت. الله عليم اني ما خليتهم يحكوا، غمضت عيوني ونزلت فيهم. شو القصة؟ ليش ما عم تحكي شي يا اخي؟ حسين قوم غسل وشك وايديك. تركني تركني. وموت صحيح هالكلام؟ لك اخي احكي، ليش ساكت؟ احكي. حسين تريك تركني أورهان. لك انت وجدانك كيف بتحمل هيك شيء؟ أوموت انت كيف ممكن تعمل هيك شيء؟ لك يا كمال ما نسرق السيارة بنهار، شفت لولا شوي كنا انكمشنا. خلاص ولا حاجة نقبق بهالليل. ليش اجيت معي طالما خايف؟ حاجة ولا من الأول كان المفروض ما اجي. أكيد بيكونوا هدول الشرطة اجوا كمان، نحن انكمشنا. كمال مراد، كنت عارفان انه رح لاقيكن هون. انتو شو خبصتوا كمان؟ ها يمكن الشرطة عم تلاحقنا، سرقنا سيارة، لولا شوي كانت الشرطة لقطتنا بالزور لهربنا. لك يا ابني انتو شو لكم شغل بالسيارة هلأ؟ على كلين خلصتوا من السيارة ولا شو؟ خلصنا. هي منيح كمال، يلا تعال معي، انا عندي محل ورح تتخبى هنيك لحتى تهدى الاوضاع، بعدين انا بجي لعندك. اتفقنا يا سبع؟ خليل وانت كمان يا سبع اختفي لحتى تهدى الامور شوي. هو هيك كمال، في شغله كتير مهمه لازم احكيها معك فورا. خير شو في؟ اللي اهلي صاير لهم شي؟ لا لك ابني لا، هدي اعصابك. بكره بنحكي، اتفقنا؟ يلا امشوا. يلا احكي ولا تخجل.
مثل ما بتعرفوا مرتي ماتت من 6 شهور وأنا عندي 3 أولاد. هي فيها تقوم بولادي؟ طبعا فيها تقوم. شو رأيك كمان إنه نفكر شوي لو ما نستعجل بقرارنا؟ بشو بدك تفكري يا خانم؟ هاي جوازي رح تكون منيحة للكل. هي رح تكون أم لولاد محمد، وبنفس الوقت رح يكون محمد أب لأبن أصلي، مو هيك يا محمد؟ إذا هالشي بيناسبك أصلي. حسين ما عم يروح من بالي. كان المفروض نتوقع انه هالشي رح يصير. عشنا كل طفولتنا مع بعض، كيف بيحمل حاله بيروح هيك بدون ما يسأل او حتى يسمع؟ وموت بس احتمال كل الحارة تتخلى عنا. لازم نتعود على هالشي. تعرف انه الناس تسلايتها الوحيدة انه تحكي بهالشغلات. ايو انا شو فيني اعمل؟ شو اعمل؟ أو ما تخلينا نتطلق وبتتجوز أصلي والكل رح يسكت، وهيك أصلي بتكون قوية كتير قدام أبوها والناس. انت هيك عم تقلي لي روح خرب حياتك بإيدك؟ أموت شو نعمل؟ ما عنا حل تاني بنوب. بس حتى لو افترقنا رح ضل بحبك. أموت رح ضل بحبك. زينب أنا بدونك ما فيني أعيش. فيني أعيش. أخي؟ أمي؟ أنتوا لوين رايحين؟ نحن فكرنا بهالظروف ما فينا نضل هون، رايحين عقارس. أخي أنت شو عم تقول؟ بدك تتخلى عني وتتركني لحالي بهالمدينة الكبيرة؟ بس ما تفهموني غلط، ما عم اتهم حدا، بس بكرة أو اللي بعده إذا بيوقفوني بالطريق وبيحكوا معي أي شيء ألا برتكب جريمة. الله لا يقدر. نحن أخذنا قرارنا وموت. نحن زادتين تقلنا عليك. أورهان شو عم تحكي أنت؟ أخي إذا بدكن تروحوا على قارس شو بدكن تعملوا مع جماعة يعقوب؟ خليكن قاعدين بالأوتيل. كلامه صح يا ابني،
ليك أخي خليكن شوي بالأوتيل وبعدين منفكر ومنقرر شو بدنا نعمل. إذا بتريدوا لا تتركوني هون لحالي. ماشي، مبدئيا رح نعمل هيك. إذا بدك فيك تجي معنا. لا أخي، ما فيني أترك أموت لحاله. أنت كيف قدرتي تتحملي هالأمور؟ أنا ما عندي حل تاني. وهذا أموت عن جد طلع كثير واطي. لا ما تحكي هيك، أسهل شي نتهم أموت. أنا عم أدفع ثمن الشي اللي عملته، حق علي أنا. يعني بدك تتجوزي للبقال؟ بدي أتجوز. لك أصلي لا، نحن بأي عصر عايشين؟ شو هالحكي؟ أنت شو عم بتخبصي؟ لا مستحيل، ما عم بيدخل براسي هالحكي أبدا. شو أعمل؟ قول شو أعمل؟ أموت متجوز وبابا ما عم يسمح لي جيب هالولد وأنا بهاي الحالة. ما في غير انتحر وكلياتنا منرتاح. رح أتجوزه لهالزلمة، ما عندي حل تاني بنوب. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا آسف مشان امبارح ما قدرت أشتغل، كان عندي جنازة. إيه عرفت، الله يرحمه. كأنه مزاجك معكر، يلا رح حط السيارة على الدور. أموت حطينا السيارة بالتصليح، شي كم يوم تخلص ووقتها بنقعد وبنحكي بموضوع شغلك. شكرا يا معلم. وهلا صرتوا كلياتكم ضدي. انا اليوم الصبح سمعت شغلات، بس قلت انه اخي يموت ما بيعمل هيك شيء. طيب هلا شو بده يصير يعني؟ نحن ما عندنا حل تاني غير انه نتطلق، بس هو عم يرفض وانا ما عم يجي ببالي غير هالشي. اي زلمه معه حق، انتوا قديش تعذبتوا لحتى وصلتوا لهون؟ اوف والله مصيبتكم اصعب من مصيبتي بكتير. وانت شو صاير معك؟ شو بده يصير معي؟ انا وجعي كله مبين. صار شي بخصوص ملاك؟ ملاك صاير له شغلات كتير. لك هلا مو راحت اختي فوسون، ومو راح مراد كمان سلم الاوتيل لملاك، ومشان القصد هداك اليوم راحت وحكيت مع الزلمة وهو أجل لي القصد. اف يا ملاك، آخ رح بتجنني وهي ما أنا ملاحظة شي. خربت بيته للزلمة، ولا شو بدنا نساوي؟ إذا منضل منحكي معها لبكرة ما بترد علينا لأنها متأثرة بمراد. إيه شو يعني بدنا نسمح لمراد يتقرب منا منيح ونخليها تصير لعبة بإيد مراد؟ فينا نورجيها وشه الحقيقي لمراد. زينب منيح، بس شلون؟ انت بتعرفي هذا الزلمة أكتر من الكل، واحد نصاب، شلون؟ انت بتنادي لمراد على الأوتيل وأثناء حديثي مع مراد بتخلي ملك تسمع حديثنا، ها؟ ما بعرف، قلتك بتزبط؟ يلا صار لازم امشي. محمد بيك جابن يا بنتي مشان الكتاب، ها وحدد يوم كتب الكتاب كمان. ايه منيح ماما، حطيهم عندك. بنتي بعرف ماما، لا تتعبي حالك، عم بقضي على حياتي. يلا بخاطرك حبيبتي، باي. مع خاطرك خالي. مع السلامة بنتي.
بحياتي ما شفت وحدة قليلة أصل مثلك يا زينب. أنا هلأ طلعت من عند أصلي، لوين وصلتوها؟ أنتو كيف إلكن قلب تعملوا هيك بهاي البنت قليلة؟ من تحت راسكن ولحتى تولد ابنها رح تتجوز واحد، واحد أرمل وعنده ثلاثة أولاد. يا حيف عليكن. قدامك صراع كتير طويل، عمو حسان رح يجوزها لأصلي بهالكم يوم الجايين. شو؟ رح يجوزها لواحد أرمل وكبير بالعمر، وأصلي وافقت فورا لحتى تقدر تجيب الولد. زينب انت شو عم تحكي؟ يعني كيف بده يصير هيك؟ هذا ابني، كيف بده يقول بابا لواحد غيري؟ هدي اعصابك بس افهم عمو حسان كيف بيسمح بهيك شيء، وحتى لو سمح انا ما راح اسمح. ما ضل قدامنا غير انه نفترق. بترجاكي انا كثير بحبك، بس ما بقدر اخليهم يعملوا هيك شيء. ما فيني اترك اصلي بهالحاله،
أموت معك حق، ما فيك تترك أصلي بهالحالة. ماني زعلانة منك، صدقني أموت رح ضل بحبك لحتى موت. إذا بدك أنا فيني حل موضوع الطلاق بيناتنا. بدي اقول لك اخي حسان، انا رحت على المحكمة الشرعية وعطوني موعد لبعد 3 ايام. خير ما عملت يا محمد خير، وانتو لوقتها بتكونوا حضرتوا حالكم، واذا عنكم معازيم فيكم تخبروهم. لا نحن ما رح نعزم حدا، بدي هالشغلة تخلص وتصير بسرعة، هذا طلبي الوحيد. تمام لكان، انا لازم روح. لا يا ابني، لا لا يا محمد، بترجاك تلفن لي إذا لزمك أي شيء. ولا يهمك، ماشي، تسلم تسلم. انت شو إلك شغل هون؟ بدي شوف أصلي وأحكي معه. أمت ليك ما تخليني اضطر وطلب لك الشرطة. هان إليك. أي أم ابني أصلي؟ عم قل لك انقلع من هون. أنا حكيت مع زينب، رح نتطلق، تتجوزيني؟ أمت روح من قدام باب بيتي هلا، تأخرت كثير. دقيقة بس، دقيقة. لا تتوقع أن يسمح لحدا تاني يربي ابني وبغير بيتي. يا أمت كان المفروض تفكر بهالشي قبل ما تتجوز وتترك بنتي حامل. حسان اسمعوا للشاب طيب. لك شو اسمع شو اسمع، يلا بعده عن وشي، وانت كمان القلع. إذا بتريدي أصلي، أنا وزينب رح نتطلق بأقرب وقت. إذا بتريدي تزوجيني. نحن حكينا، أنا بدي جوزة لواحد بعرفه. مين سألت؟ ابني اللي عم يخلق ببطنة، مين سألت؟ منين بدي أعرف إنك ما رح تترك بنتي بنص الطريق وتضحك عليها؟ كيف بدي أوثق فيك أومد؟ بكفي بابا، أنا بدي أتجوز أبو ابني. ألو ألو بنال، مرحبا، أنا زينب. كيفك زينب؟ شو هالمفاجأة الحلوة، شلونك؟ منيحة. أنا كنت بدي أسألك، قلتيلي إنك إجيتي من قارس على اسطنبول، فحابة أعرف أنت رجعتي رحتي؟ لا يا روحي ما رجعت، أنا بقيانة هون وما عاد أرجع. طيب في مجال إنه نلتقي بهالفترة القريبة وإمتى ما بيناسبك؟ طبعا أكيد حبيبتي، في شي مضايقك؟ شغلتي بالي. نحنا
نحن أنا وأموت رح نتطلق. بدي مساعدتك. بدكم تتطلقوا؟ زينب شو صاير؟ استنيني شوي لحتى أجي شوفك وأفهم منك وتحكي لي كل شي بالتفصيل. ماشي. هو اللي حكيتي انت اكيد معك حق وما في حل تاني. ايه ما عنا حل تاني غير انه نتطلق. لهلأ تعرفت على ناس اشكال الوان وتوكلت عن كتير نسوان، بس يا زينب ما بحياتي شفت حدا معتر قدك. انا اذا ما بكون هيك اموت رح يتعذب كتير، وهذا الشيء الوحيد اللي بيطلع بايدي اعمله. اهم شيء انكم بكرة تعملوا لي وكالة عند كاتب العدل. ماشي. طيب نحن فينا نتطلق بهالكام يوم الجايين ما هيك؟ هلأ بما أنه الطلاق قرار مشترك متفق بيناتكم أنتوا الاثنين، فالفترة رح تكون قصيرة. شكراً بنال، جيتي بالوقت المناسب. ولو نحن صرنا رفقات مو هيك؟ فرجي والله لا دفع الثمن غالي لهالواطي. كمال هدي أعصابك يا ابني، قليل الشرف هذا فيك تقدر عليه إذا كانت أعصابك هادية. كيف بدك يعني يهدى؟ هالواطي تضحك على أختي، هالبلا شرف بده يخلي سيرة عائلتنا على كل لسان. أنا لازم أقتله. القتل ما هو المسألة، المسألة إنك تقتله لهالندل من دون ما تترك وراك أي دليل. فهمت؟ رح أقتله. المرة الماضية ما قدرت، بس هالمرة رح أقتله. خد. رح أعطيك يا إذا بتخلص عليه من دون ما يرفلك جفن. رح أقتله وخلص عليه. برافو عليك يا ابني، هذا كمالي اللي بعرفه. خليكي هون لا تروحي لمحل. بكرة الصبح تعال على 9:30 على القهوة اللي على البحر. أنا حكيت مع المحامية مشان موضوع دعوى الطلاق، المفروض نروح ونعمل لها توكيل.